للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس السياسي العراقي المستقل الأستاذ أمير المفرجي. أستاذ أمير، بداية مرحبا بك. هجوم بعشرات الصواريخ يستهدف قاعدة عين الأسد بالأنبار التي تضم قوات أمريكية، كيف تنظر إلى هذا القصف وإلى توقيته؟ مساء الخير. أهلا بك. شيء طبيعي أن ما حدث بعد عمل مصنع قاسم سليماني هو حدث كبير، يعني له الكثير من المعاني. إيران قبل كل شيء خسرت بموت هذا المجرم الذي قتل الآلاف من العراقيين، خسرت المشروع الطائفي الذي جاءت به للعراق، وكما أن إيران بخسارتها لهذا المشروع قد فقدت أعصابها وقد فقدت أيضا يعني حجمها الداخلي والخارجي. الحجم الداخلي له تأثير كبير على استمرار نظام ولي الفقيه، لأن الإيرانيون قد عرفوا بأن الأموال التي هدرت سوف يعني لا ترجع، وإنما قيل على حلم بلاد فارس في إمبراطورية في الوطن العربي قد سقط نهائيا. إذن هو وكما تفضلتم في كلامكم هو أيضا رسالة للوضع الداخلي، وكذلك رسالة على ما أعتقد بأنها ستكون قادرة للرد على أمريكا، مع العلم أن القوات الإيرانية لا تساوي 1% من قوة أمريكا. أستاذ أمير، يعني صحيفة الاندبندنت العربية كشفت عن ترتيبات سبقت الرد الإيراني على مقتل قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة، وهي عبارة عن تنسيق ما بين الولايات المتحدة وإيران حول المواقع التي سيتم قصفها من قبل إيران في سياق هذا الرد. هذا ما كشفت عنه صحيفة الاندبندنت البريطانية، وقالت أن ذلك تم بتنسيق أيضا أو مع وساطة دولة خليجية. يعني إلى أي مدى ترى أن هذا الأمر هو فعلا هو الواقع؟ هذا وارد، ولكن لا نعلم. يعني نحن ليس لنا العصا السحريه يعني معرفه اي من هذه يعني الاجوبه، ولكن انا في اعتقادي يعني ما سيحدث في الوقت الحاضر يعني في هذه الايام هو الذي سيحدد ما اذا كانت امريكا متفقه مع ايران وبوجود دوله ثالثه على يعني هذا الرد ومن ثم التباحث مع ايران. ولكن ايضا ستحتم الايام القادمه على ان امريكا قد قررت ب يعني انهاء النظام الايراني، لان النظام الايراني كما تعرف هو نظام قد سند من قبل الصين، وامريكا لها يعني معركه في المستقبل مع الصين. فلهذا يعني بالنسبه لامريكا ايران هي عائق امام نفوذها في المنطقه، ولأن إيران قد سلبت ما جاءت به الولايات المتحدة في احتلال العراق، وهذا ما سيعطينا الرد المناسب إذا كانت أمريكا سترد على ما حدث بالأمس، وإذا كانت لم ترد فمعناها أنها ستبقى وأن قاسم سليماني قد ولى مع المشروع الإيراني. أيهما الأقرب يعني في التوقع؟ تتوقع أن ترد الولايات المتحدة على هذا القصف الإيراني أم أنها ستكتفي بذلك فقط؟ إذا كان هناك في هذا القصف وجود قتلى من قبل الجانب الأمريكي، فأنا باعتقادي الشخصي ولأن الرئيس الأمريكي ترامب قد قال في حالة حدوث أي قتلى أمريكيين فإن الولايات المتحدة سترد بقوة. وبهذا يعني من هذا المنطق إذا كانت هناك يعني هذه الحالة فإن أمريكا سترد، لأنها أمريكا قد اعطت يعني بكلامها للعالم والشعب الامريكي بصوره خاصه يعني. الرئيس الامريكي يعني قال ان كل شيء على ما يرام وجاري تقييم الخسائر ولا توجد اصابات بين صفوف القوات الامريكيه، هل هذا يعني ان امريكا سوف لن ترد؟ يعني هذا معنى بان ايران قد يعني لجمت وانها تريد في الوقت الحاضر يعني ارجاع ماء الوجه القبيح الذي فقدته في العراق بعد مقتل احد يعني اكبر قاتلي الشعب العراقي في الوقت الحاضر الا وهو المجرم قاسم سليماني. اذا ايران يعني قد خذلت من قبل يعني الاحداث في العراق، وانها تريد ان يعني ان تحفظ ماء وجهها، ولكن المشكله في العراق بقت في ان اذرعها موجوده، وان هذه الاذرع تسكت هذه السهوله، ولكن يجب على المجتمع الدولي ان يتدخل
وأن يجعل من إخراج إيران ليس مشكلة أمريكية بل مشكلة مجتمع دولي احتل الوطن ألا وهو العراق. طيب أستاذ أمير المفرجي، البنتاغون قالت إنها البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية قالت إنها ستتخذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية مصالحها في المنطقة. ما هي التدابير التي تتوقعون أن تتخذها؟ الولايات المتحدة لها مصالح كبيرة في المنطقة، مصالح يعني نفطية في دول الخليج العربي، وكذلك مصالح استراتيجية في العراق، لأن أمريكا لم تأتي للعراق بالسهولة التي تريدها إيران أن تخرج منه. أمريكا لها يعني مشروع دولي، مشروع نظام عالمي، وهو مشروع القطب الواحد. ويعني في الحقيقة هذا المشروع القطب الواحد أيضا له يعني بعض المشاكل، لأن الدول الكبيرة في المنطقة قعدت، الدول الأوروبية ليست على نفس المستوى الذي تريده أمريكا، ولكن في نفس الوقت تبقى هذه الدول الأوروبية هي دول حليفة للولايات المتحدة وقد تكون منحازة إليها في النهاية، وكما حدث في العراق ما بعد احتلاله في 2003. إلى أي مدى تتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على حكومة بغداد بعد هذا القصف؟ أنا لا أعتقد في أن الحكومة العراقية هي حكومة لها يعني أقل ذرة في التفكير، لأنها حكومة ليست موجودة أصلا، إنها حكومة ترى وتتبع الأحداث وتعلق عليها لا ليس أقل ولا أكثر، ولكن في النهاية الحكومة العراقية وفي سبيل أن تبقى وفي سبيل أن يبقى هذا النظام الذي جاء من قبل الاحتلالين الأمريكي والإيراني ستتبع في النهاية الطرف الفائز الذي يسمح لها بالبقاء. وأنا أعتقد بأن الأحداث القادمة سوف لن تسمح لهذه الحكومة العراقية في البقاء أو هذا النظام العراقي في البقاء، لأن الأشياء قد وضعت بصورة واضحة الآن. الكل يعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد يعني تسارعت في العراق، وأن هذه الحكومة العراقية ليس لها لا نفع ولا ضرر بالنسبة إلى الإيرانيين والأمريكان، ولكنها حكومة تريد أن تسرق في نفس الوقت ثروات العراق وأن طيب. تكون على صدور الشعب العراقي. أستاذ أمير، يعني كيف تقرأ تصريح رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أو المقال حين قال إن إيران أبلغته بالهجمات؟ بصراحة يعني هذا التصريح يعني وهذه التصريحات اللي تصدر من هذا الشخص يعني هي تثبت على مدى ركاكة هذه الشخصية التي جاءوا بها في منصب يعني نبيل وكبير ألا هو منصب رئيس وزراء جمهورية العراق. هذه التصريحات تثبت على ما هو هذا الشخص وما هي شخصيته وما هو العمل الذي أريد منه. وأنا في نظري هذا الشخص جاء في هذه المدة بالذات هو شخص عبد المأمور وجاء لتصريف يعني أعمال القوى الكبرى في العراق. من باريس السياسية العراقية المستقل الأستاذ أمير المفرجي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.